آخر حاجة يا شباب في التوابع نتكلم عنها هو النعت. النعت عبارة عن تابع بيتبع ما قبله، وده أسهل حاجة في الدنيا. وطبعا كلنا إن إحنا عندنا النوع الأول في النعت اللي هو النعت المفرد، زي لما بقول جاء الرجل الخلوق، فكلمة الخلوق هنا نعت مرفوع علامة رفع الضمة لأنه برضه بيتبع اللي قبليه. لو اللي قبله مرفوع أو منصوب أو مجرور هو بيكون مرفوع أو منصوب أو مجرور. فلما بقول جاء الرجل الخلوق فكلمة الخلوق نعت مرفوع علامة رفعه الضمة، نعت مرفوع وعلامة رفع الضمة. ولكن خد بالك من النعت اللي هو بيجي نكرة ونكرة أو معرفتين، المعرفة الأولى فيها ضمير تحديدا، تمام؟ زي لما أجي أقول لك مثلا إيه، شاهدت تمام أزهار رائعة، أو أقول مثلا شاهدت أزهار حديقة. ركز معايا، أنا هنا أنا قلت شاهدت أزهار رائعة وأزهار حديقة، هحط خط تحت كلمة رائعة وخط تحت كلمة حديقة. عندي هنا كلمة أزهار نكرة ورائعة نكرة، وكلمة أزهار في المثال الثاني نكرة وحديقة نكرة. عايز أعرف كلمة رائعة هنا وكلمة حديقة هنا. أنا عندي كلمة رائعة نكرة وكلمة حديقة نكرة، لما ألاقي نكرتين يا شباب أحط بينهم ألف ولام. إذا صح الكلام هيبقى نعت، لو آسف إذا صح الكلام هيبقى مضاف إليه، إذا لم يصح الكلام هيبقى نعت. هتقول لي مش فاهم، لما أجي دلوقتي أقول لك شاهدت أزهار رائعة حط لي ألف ولام، ينفع أقول شاهدت أزهار الرائعة؟ لا ما ينفعش، إذا كلمة رائعة هنا نعت منصوب. أما التانية شاهدت أزهار الحديقة، حط لي ألف ولام لكلمة حديقة وانطق الكلام، شاهدت أزهار الحديقة، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، يبقى كلمة حديقة هنا الإعراب بتاعها هيكون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. خد بالك بقى من النعت المعرف بضمير، يعني مثلا أقول لك إيه؟ مثلا أجي أقول أحب وطننا، وطننا الحبيب، وطننا الجميل، فكلمة وطن معرفة عن طريق الناء، فكلمة الحبيب أو الجميل في المثالين إعرابها نعت الكلمة مين؟ نعت الكلمة وطننا. وفي ملحوظة مهمة، إن النعت بيتبع منعوته في العدد والنوع والإعراب وإلى آخره والتعريف والتنكير. ولكن خد بالك، بالنسبة لي في النعت المنعوت بتاع النعت إذا جاء جمعا لغير العاقل، يعني المنعوت لو جه جمع لغير العاقل ينفع اجيب النعت مفرد او جمع عادي خالص. زي لما اقول رايت الجبال، رايت الجبال، فكلمه الجبال ده جمع ولكن لغير العاقل، ففي هذه الحاله ينفع اجيب المنعوت مفرد وينفع اجيب المنعوت جمع. فينفع اقول رايت الجبال العاليه على اساس ان هي نعت منصوب وتكون مفرد عادي خالص، وينفع اقول رايت الجبال العاليات. يبقى هنا تاني النعت بيتبع منعوته في العدد، ولكن اذا كان المنعوت اللي هو الكلمه اللي قبل النعت جمعا لغير العاقل، لو المنعوت جمع لغير العاقل ركز معايا، ينفع ياتي النعت مفرد وينفع ياتي النعت جمع. فينفع اقول رايت الجبال العاليه، ينفع اقول رايت الجبال العاليات، صح؟ ما عنديش اي مشكلة. وعند بعض الملاحظات هنا، ان قد يتعدد النعت للمنعوت الواحد، والكلام ده بنقوله في الحال وفي الخبر برضو، يعني ممكن يكون للنعت الواحد للمنعوت الواحد اكتر من نعت، بس بشرط ما يكونش فيه حرف عطف. زي جاء الطالب، ده المنعوت اهو، المجتهد المحب للعلم الذي يصادق اصحابه. فهنا المجتهد والمحب والذي كلا منهما نعت الكلمة مين؟ لكلمة الطالب. ولكن لو حطيت حرف عطف هيبقى معطوف مش نعت. فلما أقول جاء الطالب المجتهد المخلص، المجتهد نعت أول، المخلص نعت تاني. ولكن لو حطيت واو هقول جاء الطالب المجتهد والمخلص، لا، الواو هنا أصبحت حرف عطف والمخلص هنا معطوف. يبقى قد يأتي أكتر من نعت في المثال، ولكن بشرط لا يكون هناك حرف عطف.
كمان يا شباب كلمة اب لو جت ما بين عالمين تحذف الالف وتعرب نعت زي عمر ابن الخطاب. فكلمة ابن هنا جاءت بعد عالمين، العالم الاول اللي هو عمر والعالم الثاني اللي هو كلمة الخطاب. ففي هذه الحالة تحذف الهمزة من كلمة اب وتعرب نعت. وتعرب ايه نعت؟ يبقى كلمة اب اذا وقعت بين العالمين تحذف الهمزة وتعرب نعت. كمان الكلمة المشتقة بعد كلمة أيها وأيتها تعرب نعت، يبقى بعد أيها وأيتها يعرب نعت، ولو كانت جامدة تعرب توكيد، يبقى المشتق، آسف عذرا تعرب بدل، يبقى المشتق بعد أيها وأيتها يعرب نعت، زي يا أيها الطالب، يا أيها الطالب، يبقى ده نعت. أما بعد أيها وأيتها لو كانت الكلمة جامدة تعرب بدل. ويفضل إعراب ما بعد أيها وأيتها دايما نعت، لأن إحنا ما عندناش فرق كبير لسه ما بين الجامد والمشتق في الثانوية العامة، تمام؟ ولكن هنا بعد أيها وأيتها يعرب نعت مرفوع، يعرب نعت إيه؟ وخد بالك نعت مرفوع، يا أيها الطالب، الطالب هنا نعت مرفوع. خد بالك كمان إن اسم الإشارة أو الاسم الموصول لو قبليه معرفة يعرب في محل نعت، يعني جاء الطالب هذا أو جاء الطالب الذي. فلو بصيت على كلمة هذا أو كلمة الذي هبص قبليها كلمة الطالب، الطالب معرفة، إذا كلمة هذا أو الذي اسم موصول مبني في محل رفع نعت اللي هي كلمة الذي، وكلمة هذا اسم إشارة مبني في محل رفع نعت. يبقى هنا اسم الإشارة والاسم الموصول لو قبليه كلمة معرفة يعرب نعت، ولو قبليه كلمة نكرة يعرب في محل جر مضاف إليه، زي جاء غلام هذا، فكلمة غلام هنا نكرة، إذا هذا هنا اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه، أو جاء غلام الذي، كلمة غلام هنا برضو نكرة، يبقى كلمة الذي هنا هتكون اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه، يبقى كلمة هذا، آسف اسم الإشارة والاسم الموصول، إذا سبق بالمعرفة يعرب نعت، إذا سبق بنكرة يعرب مضاف إليه. كمان المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة بس تكون مسبوقة بنداء يعرب نعت. ما احنا لسه واخدين المعرف بقال بعد اسم الإشارة يعرب بدل، زي هذا الطالب مجتهد، الطالب هنا بدل. ولكن اسم المعرف بقال بعد اسم الإشارة إذا كان قبل اسم الإشارة أداة نداء، لا اللي بعد اسم الإشارة هيعرب نعت. يعني أنا دلوقتي لما أقول مثلا جاء هذا الطالب، او اجي هنا اقول يا هذا الطالب، انا دلوقتي قلت ايه؟ جاء هذا الطالب، يبقى الطالب هنا بدل. اما لما اقول يا هذا الطالب، هذا هنا سبقت بمين؟ بأداة نداء، اذا كلمة الطالب هنا تعرب نعت. يبقى هنا المعرف قال بعد اسم الاشارة يعرب بدل، لسه متكلمين دلوقتي، ولكن إذا دخلت على اسم الإشارة أداة نداء المعرف بقال بعده يعرب نعتا مرفوعا، يعرب نعتا إيه؟ نعتا مرفوعا. خد بالك بقى إن أنا عندي نعت جملة ونعت شبه جملة. هنا هتكلم على أمثلة سريعا، لأن لما أجي بعد ما أخلص الحال هخليك تفرق ما بين النعت والحال والخبر، جملة النعت والحال والخبر، بس بعد ما أخلص الحال، لذلك هدي أمثلة سريعة كده. خد بالك ان النعت عندي الجملة في جملة فعلية واسمية، وعندي نعت شبه جملة سواء اذا كان ظرف زمان ومكان او جر ومجرور. النعت الجملة او شبه الجملة لابد ان يكون المنعوت معرفة، يبقى لازم المنعوت يكون ايه؟ معرفة. فهقول مثلا ايه ممكن يكون جملة اسمية، زي في المدرسة، المدرسة هنا في المدرسة معلم، معلم هنا مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة. أروح قايل لك معلم له فضل، اللام هنا حرف جر، والهاء ضمير متصل في محل جر اسم مجرور. إذا كلمة له هنا شكلت عندي شبه من جملة في محل رفع خبر مقدم. طب كلمة فضل مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة. لو بصيت هنا هلاقي تكونت عندي جملة اسمية، اللي هي الجملة الاسمية مين؟ له فضل. انا عايز احط المحل الاعرابي للجملة الاسمية له فضل، هروح باصص على الكلمة اللي قبليها اللي هي كلمة معلم، قلت لك معلم له فضل، نكرة ولا معرفة؟ كلمة معلم هنا نكرة، اذا الجملة الاسمية له فضل
في محل رفع نعت لكلمة معلم، لأن معلم أعربناها من شوية مبتدأ مين؟ مبتدأ مؤخر، فده نعت جملة اسمية. أو شاهدت عصفورا، عصفورا هنا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة. يغرد، اوعى تقول لي يغرد نعت منصوب، لا طبعا، يغرد هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. والجملة الفعلية يغرد في محل نصب نعت لكلمة مين؟ لكلمة عصفورا، لأن عصفورا هنا نكرة. طب لو خليتها معرفة، بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، فلو خليت كلمة عصفورا هنا معرفة، إذا كلمة يغرد أو جملة يغرد هتكون جملة حال. يبقى هنا لابد للمنعوت في جملة النعت أن يكون نكرة، أما في جملة الحال يكون معرفة. ولما خلص الحال هتكلم أكتر عن الكلام ده. كمان ده في نعت شبه الجملة عادي، شاهدت عصفورا فوق الأغصان. يبقى فوق ظرف مكان، الأغصان مضاف إليه، وشبه الجملة فوق الأغصان في محل نصب نعت الكلمة عصفورا. نفس الكلام، عرفت رجلا من الصالحين. رجلا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة من حرف جر، الصالحين اسم مجرور وعلامة جره الياء، وشبه الجملة من الصالحين في محل جر نصب نعت لكلمة مين؟ لكلمة رجلا. يبقى لابد للنعت الجملة وشبه الجملة أن يكون المنعوت نكرة، أن يكون المنعوت نكرة مع إمكانية حذف جملة النعت. عارفك في جملة النعت لسه ما فهمتش قوي وهي والشبه جملة، ولكن لما خلص الحال وراح حاطط لك كده مثال افرق لك فيه ما بين جملة الخبر والنعت والحال، هتلاقي الدنيا دي بالنسبة لك ان شاء الله بسيطة جدا. ده كان الكلام بالنسبة لنا عن التوابع من توكيد لبدل لعطف لنعت. مكملين مع بعض، تقدر تريح للحظات وبعد كده ترجع تكمل معانا الحلقة بتاعتنا ومراجعة الوحدة الرابعة بالراحة كده، مفيش أي مشكلة، هي خلاص أكبر وحدة في المنهج، بعد كده كل الوحدات اللي جاية سهلة مفيهاش أي مشكلة. يلا يا شباب روحوا ريحوا شوية وتعالوا نكمل مع بعض.